كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف سياحة اليخوت لا يعد ترفاً، وأشار الرئيس السيسي إلى وجود 500,000 يخت في البحر المتوسط، لافتاً إلى سعي مصر لزيادة حصتها من هذا النوع من السياحة. خليني أتكلم بما أنت كلمت على اليخوت، أقول للمصريين، لناس فاكرة أن موضوع اليخوت ده موضوع طرف. إحنا موجود في البحر المتوسط تقريباً 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز أقول مفيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها. اللي يشتغل يا كامل ياخد، واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده، كان قبل كده مدة اليخت في مصر عشان قد ايه كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28 30 يوم. خلي بالكم، اخر مره قالوا لي ده وزاره الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح، 30 دقيقه زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20 30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه دي؟